هاي السلام عليكم، شلونكم؟ بسم الله. اليوم انا سوي دجاج سوي. شلون سوي هذا طريق؟ الحين شوف. اوكي، دجاج واحد، اوكي، قسينا 2 هبة بروحة بروحة، اوكي، قسينا كده، نظفنا حلو، سكين سوي كده عشان يستوي من داخل، اوكي، حلو. الحين ياخذ برات، اوكي، ثوم، ماو، زنجبيل، واحد كبشه، دجاج برات، واحد كبشه. البارد، واحد قبشة برات، كزبرة، واحد قبشة سافران، شوية فلفل أسود، 2 قبشة صغير، اوكي، ملنا شوية، خلط زين، ليمون نص حبة، اوكي، عصرنا كده، حلو، خلط مع بعض، حطي شوية ماي، خلط زين، اوكي، دجاج برات كله سوي كده الحين، اوكي، كله دجاج سوي كده، حلو، كله سوي كده، اوكي، سوينا دجاج كله كده، اوكي، كدينا بايركس جزاز، حطينا شوية دهن، حطي عليه دجاج، اوكي، حلو، حطينا كده، بطاط جاهز، حطينا معاه، اوكي، بطاط كله مع بعض حطينا، اوكي، الحين حطي بالفرم 40 دقيقة تحت شكل نار، 20 دقيقة شكل من فوق، خلص، اوكي، خلصنا. هذا طريقة دجاج شوي حلو، اوكي،
طماط خيار ليمون بطاط باذنجان حلو ما بعد اكل حلو اوكي اوكي شفتوا اكل حلو سوي لايك سوي شير سوي كومنت سوي سبسكرايب لا ينسى اوكي مع السلامه باي.